السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير معكم طاجين الزيتون ولا مرقه الزيتون بالدجاج. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ونمروا للتحضير على بركه الله. الطاجين هذا يعني معروف جدا شعبي في الجزائر وسهل، ما كانش سهل منه. انا اليوم راح نديره بالدجاج لي بيلون، هذو الفخذ الفوقاني تاع الدجاج. تقدروا ديروه الفخذ كامل، تقدروا ديروه بالخروف بالحم الخروف، تقدروا ديروه بالدجاج والبولات تاع اللحم المفروم. اذا هنا انا اللحم تاعي غسلته ونقيته، عندي حبه بصله مفرومه انونيو هاشي، ثلث سنه ثوم مفرومين، 3 غوس داياشي، وورقه تاع رند ولا غار، معدنوس مقطع بيرسيل هاشي، ليزوليف فيغ دي نوايوتي، الزيتون الاخضر من غير العظم تاعو، ثلاث حبات زروديه مقطعين، 3 كاروت كوبيون رونديل، عندي لي شامبينيون فاكولتاتيف الفقاع تقدروا ديروه ولا تستغنوا عليه. عندي هنا التوابل كمون كوما كورياندر كسبر، عندي بابريكا دو فلفل احمر حلو، ملح سل بوافر نوار فلفل كحل، شويه كركم كركما، زنجبيل شويه جنجمبر والزيت وشويه زبده الويل اي بتي بو دو بور. دونك هنا راني سخنت الزيت في كوكوت، من غير انا الكوكوت مش راح نسكرها، يعني تقدروا ديروا في ما متعاديه باسكو الدجاج يطيب في ساعه. دونك نذوب الزيت تاعي والزبده على نار متوسطه ونقلي اللحم مليح. انا شفي غوفني لي بيلون الدجاج هذا، قليه على الجهتين مليح قبل ما تزيدوا البصله والثوم. فوالا هكذا، ودوكا نزيد البصله والثوم، نزيد نقليهم ثاني شويه مع الدجاج. Je vais revenir l'oignon et l'ail quelques minutes aussi avec le poulet. وكما عودتكم الوصفه المقادير لي زانغيديون فولي تروفي سو لا فيديو دون لا بار دانفو، يعني المقادير كامل تلقاوها في صندوق الوصف. وهنا ني زدت التوابل، جي اجوتي لي زيبيس لو سيل الملح، ونحرك مليح حرك مليح ونخليهم نغطيهم، نحرك مليح ونغطيهم، نقص النار تماما، جو بيس لو فو كومبليتمون اي جو كوفر اي جو لاس ميجوتي اون ديزان دو مينوت. دونك انا راني حركت نغطي نقص النار كامل ونخليهم يتقلاو 10 دقائق هكذاك. والان بعد ما تقلاو دوكا نزيد الخضر تاعي والملحامي، راكم تشوفون نقلبهم يعني على الوجهين. دوكا جي اجوتي لي ليغوم لي كاروت لي شامبينيون، كما قلت لكم شامبينيون تقدروا ما ديروهش الا ما عندكمش. وهنا عندي الكسبر، وانا هنا درت لي شامبينيون تاع العلبه لي شامبينيون دو بواط. عندي المعدنوس، زدت المعدنوس ومن الزيتون ما نديروش دوك الزيتون، دائما نديروه في العشر دقائق الاخر باسكو الزيتون ما عندوش واش يطيب له. والزيتون انا نسيت ما قلت لكمش شمخته في الماء البارد وبدلت له الماء البارد عده مرات. دونك هنا راني مرقت بالملحامي، دونك جاجوت لو شود، جو كوفر لو تو افيك لو شود اي جو كوفر سون فيرمي لا كوكوت، مالا الكوكوطا ما تسكروهاش كامل، غطيو برك بالمغطي وخليو الدجاج تاعكم والمرقة طيب. دونك هنا الدجاج هاو تقريبا يطيب، نزيد زيتون 10 مينوت افون لا كويسون، جاجوت لي زوليف فيغ دي نوايوتي. والان بعد 10 دقائق دوكا نشوف الدجاج تاعي طاب ولا مازال، والزروديه راكم تشوفوا حتى ال 10 دقائق هذوك تنقص المرقه تختار شويه، الصوص تنقص شويه كما راكم تشوفوا الدجاج تاعي طاب، الزروديه طابت، الزيتون كما قلت لكم ما يطيب له والو. ونسيت ما قلت لكمش الزيتون كعد مالح ما تكثروش الملح في المرقه. والان هاي هنا في صحن التقديم مرقة زيتون تاعنا ولا طاجين زيتون. انا هنا درت مرقة بيضاء، مي دابيتود حنا جوي صيف نديرو المرقة حمراء نزيدو لها طماطم، وهي نفس الشيء يعني تعطي نفس البنة. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وشهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.